السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين وفي احوال جيده يا ربي دائما. انا اليوم صباح عندنا شويه الجو مغمم والشتا، المهم معليش قلت غدا نشعل الكاميرا ونبارطاجي معكم واحد الجزء هكا من النهار ديالي. واخا الدار راني جمعتها بالليل، حيت قلت لكم فيديوهات سابقه باللي كنجمع الدار وداكشي كنظمها بالليل غالبا الا ما كنتش عيانه، ولا كنت عيانه راه كنخلي اكيد كنخلي داكشي. المهم اليوم غادا نحضر الغدا ديالي وغادا ندير شي حويجات هكا في الدار. غادي تبقاو معايا في هذا الروتين البسيط، وال يعني البنات اللي كيحبوا هكا الروتينات، والا عجبكم الروتين ديالي ما تنسوش ديروا لي لايك الفيديو وتشجعوني باش هكا نزيد نبارطاجي معكم روتينات اكثر. وغادا ندخل اكيد غادا ندخل في هذا الروتين وصفه، او المهم البنات اللي كيعجبهم هكا الوصفات، راه الباج ديالي فيها بزاف ديال الوصفات اللي مزيانه و يعني في متناول الجميع. كنتمنى انكم تهبطوا الباج ديالي وتشوفوا كاع الفيديوهات اللي تحطوا اللي كانوا محطوطين في القناه. وغادي دابا ندوزو باش نشوفو اشنو غادا نحضر هاد النهار هذا. وما تنساوش البنات تفعلوا زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. هانتوما معايا. وهنا البنات بعد ما انتهيت من الافطار وجمعت المعنات والحاجه اللي خصني ننظمها في بلاصتها غدا ننظمها، وهاد القريعات هادو ديال العطريه صراحه كنمسحهم دائما باستمرار تقريبا، لان مني كنخوي منهم العطريه كيبقى داك العطريه في الجناب بحال الشكل ديال الغبار، وهكا ما كيوليوش عندي القراعي موسخين. كنصحكم بهاد الفكره هادي فين ما تستعملوا هكا القراعي هاد العطريه او القراعي اللي تيكونوا هكا في الكوزينه، مسحوهم باش هكا ما يكتروش عندكم الاوساخ ويبقاو ما عند دائما هكا نقيين، وما يكونش عندكم داك التنظيف العميق او داك الكبير كما كيقولوا، يعني غير يعني التنظيف سطحي وصافي، لان تيكونوا نقايه وداكشي. وخديت هاد القريعات هادو مسحتهم حتى هما اللي كانوا ضع فيهم الفواكه الجافه، يعني اللي تيكون عندي متوفر ماشي المهم اللي كان كنوضعو، كيجيو زوينين والمنظر ديالهم زوين، وصراحه كيكون قرابين للولاد هكا كيتشجعوا باش ياكلوا الفواكه الجافه، خصوصا ان كاينين بزاف ديال الوليدات ما كيبغوش كركاع ولا بيستاش. انا ولادي عزيز عليهم البيستاش اللوز الكركاع، لا الكركاع ما عندهمش معاه، ولدي الكبير شويه الكركاع، مي الاخرين ما يبغيوش كيجيهم مذاق ديالو كيجيهم حار، ولكن البيستاش قرعه ما كتضربش يومين تقريبا كتسالي. وهنا غدا نخوي الماكينه اللي كنت دورتها بالليل، هذا نوضع يعني كل حاجه في بلاصتها باش هكا ما يبقاوش عندي الماعن متراكمين، ونلقى فين نوضع الماعن اللي تيكونوا مسخين، يعني نلقى البلاصه فين نخوي. وصراحه كتنفع هكا، انا غالبا ما كنستعملهاش بزاف غير لطريت ولا كان عندي هكا شي خرجه ولا شي حاجه راني كنوضعهم، ولا كان عندي الماعن رقاق بزاف. اما بالنسبه لحنا غالبا كنستعملوا دوك الماعن الكبارين، يعني كندوزهم بيدينا، ملي كندير ليكات وكنبدا نغسل كنقول معليش دابا نكمل، مني بديت غير نكمل بحال الصغير بحال الكبير. وغادا نبقى نجبد في المعنات كل حاجه نوضعها في المكان ديالها. وكنرحب بالبنات اللي انضموا عندي في القناه جداد، كنقول لهم مرحبا بكم، وما تنسوش تفعلوا عفوا ضغطوا على الزر الاحمر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. والا كانوا كيعجبوكم الروتينات كنبغي بزاف اللايكات باش هكا نبارطاجي معكم بزاف ديال الحوايج هكا على التنظيم والترتيب، وان شاء الله هكا فلوغات. المهم خاصني نلقى التفاعل باش نقدر نتواصل مع البنات اكثر.
لان الصراحه كيبان ليا المشاهده كتبان عندي ضعيفه بزاف، ما عرفتش علاش، مع انني كنخدم على القناه داكشي غير ظهر وصافي. المهم الحمد لله انا دخلت على حب لهاد القناه وغادي تستمر ان شاء الله. ما غاداش نمل اكيد، ما كاينش شي حاجه اللي غتخليني نمل، وهنا معاكم ان شاء الله دائما غادي نبقى مستمره. وهنا كنرجع الطبيصلات للمكان ديالهم. وصراحة أنا هاد اليوتيوب هذا كنحس براسي موانسة مع البنات، ومني كنلقى هكا كومنتات زوينين، ومني كنلقى التفاعل اللي كيعجبني الحال، وكيهرس لينا هذاك الروتين اليومي اللي كنكونوا عايشينه شحال هادي. يعني كاين الناس كيكتبوا ليك وكينتظروك، وفي ما كتحطي شي فيديو هكا كيتفاعلوا معاك واخا قلالين. المهم انا عندي بالنسبه لي انا دوك الناس يجوني كتار، لان الحب ديال الناس ماشي بالساهل. وهنا غدا نبدا نوضع المعلقات والماس، ومهم الفرشيطات داكشي راكو عارفين، كل حاجه في المكان ديالها. وانا سبق لي ورتبت معاكم هذا المجر هذا في القناه، الناس اللي مازال ما شافوش الفيديو يمشيوا للقناة ديالي، وراها كاين هاد الفيديو هذا كيفية تنظيم هاد المجورة. المهم طريقة بسيطة وصافي، كان غير روتين حتى هو. وغدا ندوز دابا باش نحضر الغدا. خديت طنجرة صغيرة وضعت على النار، وغدا نوضع فيها لي بات هكا الوليدات. غادي ندير جوج ديال الوصفات، وصفه للزوج ديالي ووصفه ليا انا والوليدات. هو ما كيبغيش لي بات، ما كتعجبوش. المهم غادي نهانتوما معايا. الدجاج ما كنتش جابداه، يعني جبدته غير عجبته، يعني ما كانش مده طويله، يعني ما جبدتوش شي ساعه من قبل، يعني في نفس الوقت جبدته من الكونجيلاتور وطيبته، يعني ما كاينش مشكل. وراه غير الدجاج وزدت عليهم البصل وضعته في الطنجرة، وخديت هاد الكاسرونة هادي وضعت فيها الماء اللي غادي نخليه حتى يغلي باش نوضع فيه الكينوا اللي سبق لي وجدت معاكم في القناة، راها كاينة في القناة البنات اللي مازال ما شافوهاش، اللي صحية بزاف. وهنا وضعت زيت الزيتون مع البصل والدجاج او فخيدة ديال الدجاج. وفي الطنجرة وضعت القليل من الزيت اللي غدا نسلق فيه المعكرونة او البات، وغدا نغلق على الطنجرة. وخديت دنجالة هكا قطعتها مربعات صغيرة، يمكن لكم تستعملوا الخضر اللي كتبغيو. انا قلت لكم في فيديوهات سابقة باللي كان نوضع الخضر في هكا في البات، والدنجال البنات راه كيجي رائع رائع في لي بات، انا ولادي كياكلوه. واللي ما كيبغيوش ولادها يمكن ليها ما تستعملوش، يمكن تعوضوا بالجزر او لا القرعه او لا، المهم اللي كتبغي هي. البروكولي حتى هو كيجي زوين، المهم اللي متوفر عندكم. وخديت فلفله حتى هي نفس الطريقه، قطعتها هكا مكعبات يعني صغيره، حيت كاينين بزاف ديال السيدات اللي ولادهم ما كيبغوش لهم الدنجال. والدنجال راه مزيان بزاف، وما تحيدوش ليه البنات القشره ديالو، خليوه بالقشره ديالو لان القشره هي اللي فيها الفوائد، ما تحيدوهاش. حيت كاينين بزاف السيدات كيحيدوها ويخليو غير منها طريف، انا ما كنحيدش لي القشره، كنخليها غير نرقدو. مني كنقطعو هكا مكعبات، انتم غادي تشوفوني غادي نرقدو في الملحه هو والخضر. خديت شامبينيون حتى هو غادا نقطعو، غادا نغسلو اولا، غادا نغسلو بشويه الملح حتى هو نفس الطريقه، ونحيد منه داك التراب اللي تيكون فيه. وهنا بعد ما غسلتو ونقيتو غادا نقطعو شرائح، المهم بالحجم اللي تبغيو نتوما، داكشي كيبقى اختياري، يمكن لكم ما تستعملوش، يمكن لكم تستغناو عليه، انا غير كان متوفر عندي وصافي. هذا البنات غير الغدا ديالي، يعني ماشي غير روتين هكا ديالي انا ديال النهار اللي حقيقي، يعني ما بلا زواق كما كنقولوا. وراك شفتوا انا الدجاج ما كنت مخرجاه ما حتى شي حاجه، يعني ما كانش ما
ما كانش عندي بروغرام اشنو غندير كاع في الغداء، حتى لاخر لحظه قلت علاش ما نبارطاجيش مع البنات حتى انا روتين، وغادي نشوف هذا الروتين يتفاعلوا مع البنات. اكيد اكيد الا تفاعلتوا معاه غدا نبارطاجي معكم ان شاء الله روتينات اخرى. وهنا غدا نوضع التوابل على الخضار ديال الدجاج اللي هي بودرة الثوم والكركم والفلفل الاسود والملح، يعني ماشي بزاف ديال التوابل. ومن بعد ما غلى لي الماء اللي في الكاسرونه وضعت فيه القليل من الزيت والملح والكينوا اللي سبق لي وحضرتها في القناه. البنات اللي مازال ما شافوش الفيديو راه كاين في القناه ديال الكينوا، البنات اللي كيديروا الحميه او لا يعني كيخافوا على الصحه ديالهم راه كاينه الوصفه في القناه. وهادو الفخيضات من بعد ما وضعت لهم التوابل هذا نخليهم حتى يتحمروا مزيان. كما قلت لكم راه ما خرجتهمش من قبل من الكونجيلاتور يعني حتى لاخر لحظه. ومن بعد ما غلى لي الماء اللي غدا نوضع فيه المعكرونه او لي بات وضعت فيه القليل من الملح والزيت حتى هو بنفس الطريقه اكيد الكل كيعرفها. وغدا نخلي الطنجره ديالي بعد ما وضعت فيها الماء حتى يطيبوا لي دوك الفخيضات هكا نص طيبه، عاد نوضع الخضار. والخضار من بعد ما قطعتهم غادي نزيد عليهم جوج ديال الطماطم حبات، ما غاداش نحكهم غادي نقطعهم هكا بالقشور ديالهم حيت قطعت سبق لي ورقدتهم في الملحه ملحه والماء باش هكا يحيد منهم داك هذيك الادويه اللي تتكون الخضره هكا مرشوشه بها. وغادي نضيفها على الخضار. وهادو القطع ديال السمك اللي غادي نستعمل مع الكينوا، يعني غادي يكون واحد البلا هو اخر. يعني درت جوج ديال الاطباق، المعكرونه مع الفخيضات والكينوا مع السمك. ومن بعد ما غسلت الخضيره ديالي وقطعتها ووضعتها في شويه ديال الملحه خليتها 10 ديال الدقائق صفيتها وضعتها على هاد الفخيضات. من بعد ما طابوا نصف طيبه وغادي نزيد عليهم الطماطم اللي ما حكيتها ما والو، يعني غير قطعتها هكا مكعبات وضعت فيها الماء الكافي. وغادي نسد عليها وغادي ناخذ هاد المعكرونه غادي نغسلها مزيان بالماء بارد نحيد منها كاع داك النشا اللي فيها. وهذه الكينوا من بعد ما تسلقات غادي نغسلها حتى هي بنفس الطريقه كما كنغسل الروز، اكيد الكل كيعرف الطريقه ديالها، بالماء بارد نخليوها حتى تصفى. ومن بعد كنوضعوها مع الخضر هذه اللي كنقطع امامكم، يعني طماطم وقزبر وعصير ديال الحامضه والخيار والبصل الاخضر. يمكن لكم تستعملوا اي خضار نتوما كتفضلوا، البروكولي البصل الاحمر بزاف ديال الخضار يمكن لكم ترافقوها بها، وهي راه صحيه وفي نفس الوقت زوينه. انا كتعجبني المذاق ديالها. كاين يمكن بزاف منكم اكيد غادي يكون ما يبغيهاش، مي انا كتعجبني الصراحه زوينه. في الاول ما كانتش المذاق ديالها كيجيني في شكل، ولكن مع المدة ملي بقيت كناكلها هكا مرة يعني وشفت الفوائد ديالها هي فاش يعني حبيتها اكثر. كنت في الاول غير كنشوف فيها كيجيني هاد الطبق غريب كيفاش الكينوا وهادي وهادي، صراحة مني ذقتها وولفت الطعم ديالها صافي ولات كتجيني عادية. كنصح بها كاع البنات اللي كيديروا حمية وكيخافوا على الصحة ديالهم، خدوها تبارك الله هي راه بحال الروز، يعني ديري منها غير شويه كتعطي واحد الكميه اللي كبيره. وهنا الخضار من بعد ما قطعتها حطيتها جانبا مع قزبر ومعدنوس، وخديت الكينوا وضعتها في هذا الاناء من بعد ما غسلتها وصفيتها. وغادا نضيف عليها الخضار اللي قطعت وزدت عليهم البصل الاخضر راه مقطع حتى هو ما شفتوش تقطع ليا من الفيديو، كنحسب اللي باللي كنصور والفيديو ما كانش دايز. ودابا غادا نضيف عصير ديال الحامضه
انا الحامضه هنا كانت عندي غير صغيره، يمكن لكم تستعملوا غير النص ديال الحامضه. غادي نضيف على هاد الخليط ديال الكينوا، الكينوا كيجي الشكل ديالها بحال الشكل ديال طابولي، هذا اللي كياكلوه الناس ديال الشرق تقريبا، بحاله بحال الشكل ديال الكسكسو، غير هو بالنسبة للصحة كيختلف. وزدت عليهم هاد السلطة هادي والقليل من الملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون اللي ما حتى هو ما بانش في الفيديو، ما عرفتش علاش نوقع ليه في الفيديو. وضعت 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، وغادي نخلط هاد المكونات كاملة مع بعضها حتى تنسجم. ومن بعد ما طاب ليا الدجاج نص طيبة، غادي نضيف عليه لبات اللي غسلتها وصفيتها، يعني الدجاج ديالي او لبات ديالي تقريبا راهم قريب غير شويه تقريبا جاهزين، غير شويه هذيك لبات تمص داك الصوص. وزدت عليهم معلقه ديال صوص طوماط مع القليل من الماء باش يعطيني داك اللون. يمكن لكم تستغناو عليها ماشي بالضروره، الناس اللي ما كيبغيوهاش وكيشوفوها ماشي صحيه يمكن لكم تستغناو عليها، انا استعملتها غير على اللون وصافي لانني ما وضعتش بزاف ديال التوابل. وخديت هاد شرائح ديال السمك غدا نتبلهم، نوضع فيهم القليل من الملح والفلفل الاسود اللي حتى ما كياخدوش وقت بزاف، يعني غير في المقلاة مع الزيت، زيت الزيتون او الزيت العادية. وضعت المقلاة على النار وضفت عليها زيت الزيتون وضفت عليها شرائح ديال السمك، وغدا نغطي عليهم هكا باش يطيبوا ليا من الداخل، يعني ماشي غير الواجهة وصافي، يعني حتى الداخل ديالهم هكا يطيب. وغدا نقلبهم ونغطي عليهم عاود مره اخرى حتى يطيبوا ليا من الجهه الاخرى، بنفس الطريقه نغطي عليهم. وهنا صبحوا عندي طريفات ديال السمك جاهزين، غادا نحيدهم دابا وغادا نوضع شامبينيون، يعني في الصوص في الزيت اللي دار فيه السمك غنوضع فيه الشامبينيون باش ياخذ ليا داك المذاق ديال السمك. يمكن لكم تستعملوا المعلب حتى هو يعني بحال بحال بنفس الطريقه. وهذه ليبات ديالي بغيت نوريها لكم، هي مازال كطيب يعني غادي تشرب داك الصوص، وانا كتعجبني نخلي فيها شويه ديال الصوص ماشي تنشف تولي ناشفه، ما تعجبنيش ناشفه، كيعجبني داك المرق او الصوص اللي كيبقى شويه ماشي بزاف، المهم خاطر وصافي. هذا الشامبينيون ضعت فيه الفلفل الاسود والملح مع هذاك ما زدتش عليهم الزيت، يعني غير داك الزيت ديال السمك هو اللي حمرت فيه هاد الشامبينيون هذا. ودابا غدا نبدا نقدم في الاطباق ديالي، غدا نقاد البلا ديال الكينوا مع السمك. كنتمنى هاد البنات هاد الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش من اللايكات ديالكم اكيد، وكنشكر كاع البنات كل وحده بالاسم ديالها اللي دائما كيتفاعلوا معايا وفي اي فيديو كنحطو، كنشكركم بزاف بزاف. وغدا نوضع السمك، يعني هالطبق غني وصحي 100%، والسمك هذا يعني ديال الطون اللي يعني الهبرة ديالو اللي كتكون مزيانة هكا. وغدا نوضع شامبينيون
غير شوية هكا التزيين فقط، والباقي غدا نستعمله مع فخيطة الدجاج. وهذا هو الطبق ديالي النهائي، الأطباق تولي هما هادو. كنتمنى البنات أن هاد الفيديو يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنسونيش باللايك ديالكم. والبنات اللي مازال ما اشتركوش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. والسلام عليكم البنات.